أثناء تواجده بمدينة أمجرس وضمن جولات التفقدية لجميع ولايات البلاد، التقى رئيس الجمهورية المشير تريستافيتنو بمختلف المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين ورجال الدين والكوادر وشباب المرأة في مدينة أمجرس عاصمة ولاية إنديا الشرقية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والبرلمانيين بالمنطقة ومعاوني مشير جهات في الأمان العام والمكتب المدني والعسكري. في بداية اللقاء تحدث الأمين العام لولاية إنديا الشرقية السيد محمد عبد الكريم علي ممثلا لحاكم الولاية، حيث رحب باسم سكان ولاية إنيدي الشرق برئيس الجمهورية ورفد المرافق له، ومن ثم قدم متطلبات أبناء ولاية إنيدي الشرق المتمثلة في التنمية والتطور والتقدم. حيث قال الأمين العام لولاية إنيدي الشرق باسم سكان الولاية: نطلب من رئيس الجمهورية المشير إدريس دي بيتنو والحكومة دعم المنطقة بالمشاريع التنموية التي ستساعد بلا شك في التنمية والتقدم، لا سيما المشاريع المهمة وهي بناء المدارس والمؤسسات التعليمية والمراكز والمستشفيات الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب، لأن هذا الإقليم تنقصه المياه الصالحة للشرب، وكذا رصف الطرق المسفلة والمباني الإدارية. وأخيرا أكد الأمين العام لولاية إنيدي الشرق محمد عبد الكريم علي لرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبيتنو بأن ولاية إنيدي الشرق لم ولن تحصل أي نزاعات أو مشاكل أو خلافات بين الرؤى والمزارعين في هذا الإقليم، مضيفا بأن أبناء إنيدي الشرق يعيشون في أمن وأمان وفي سلام دائم بين جميع القبائل، وما زالوا ينشرون ثقافة السلام والتعايش السلمي بين جميع السكان، وهذا كله بفضل السياسة الحميدة لمارشال تشاد الذي ينادي ويدعو للسلام والتعايش السلمي بين جميع التشادين. من جانبه رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبيتنو بعد ما شكر أبناء إقليم إنيدي الشرق على حفاوة الاستقبال، دعا مختلف المسؤولين بإقليم إنيدي الشرق إلى العمل وأن يكونوا دائما في خدمة المواطنين والوطن. وقال رئيس الجمهورية: يجب عليكم الحفاظ على السلام والتعايش السلمي، ومطلوب من الجميع توقيف الهجرة وتهريب الأسلحة والأشخاص عبر الحدود التشادية الليبية والتشادية السودانية، والقوات المسلحة والأمنية تجريد المواطنين من الأسلحة النارية المختلفة وبسط سلطة الدولة، وطلب من حاكم الولاية وجميع المسؤولين توقيف وتفكيك شبكات الإجرام والتنظيمات التي تقوم بالأعمال البربرية والإجرامية في ولاية إنيدي الشرق. كما طلب مارشال تشاد من السلطات التقليدية والشباب والمرأة بولاية إنيدي الشرق المساهمة في دعم سياسة الحكومة من أجل تشاد مزدهرة ومتقدمة وآمنة ومستقرة، والاهتمام بقطاع التعليم خاصة إرسال الأبناء إلى المدارس. وفيما يتعلق بالمتطلبات التي قدمها أبناء الولاية، أكد رئيس الجمهورية مارشال تشاد إدريس ديبيتنو بأن جميع المشاريع بولاية إنيدي الشرق ستقوم الحكومة بتنفيذها في القريب العاجل، خاصة المشاريع التنموية المهمة التي تقدم مصلحة السكان والولاية، تعاون مع الشركاء الدوليين، ولا سيما توفير المياه الصالحة للشرب وبناء المدارس والمؤسسات التعليمية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات ومقاطعات ولاية إنيدي الشرق، وكذلك سفلت الطرق خاصة الطريق الذي يربط أبش أمجرس وأمجرس بهاي وأمجرس كلايت وأمجرس كفرة، وسفلت الطرق الأخرى المهمة التي تربط مدينة أمجرس بالولايات الأخرى ودول الجوار. وقال مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو: ستقوم الحكومة ببناء أكبر سلخانة بمدينة أمجرس وسوق حديث وبناء مستشفى حديث وملعب رياضي في أمجرس وتأسيس مشاريع زراعية ورعوية بولاية إنيدي الشرق، وكذلك بناء مراكز صحية بيطرية ومعهد بيطري للتدريب، وبناء مقر ومكاتب إدارية جديدة في جميع المحافظات، ولا سيما بناء مقر ومكاتب إدارية جديدة للوالي. وستقوم الحكومة بتوفير الكهرباء بجميع مناطق ومدن ولاية إنيدي الشرق عن طريق المولدات الكهربائية وطاقة الرياح والشمس، وكذلك تخفيف الحياة المعيشية للسكان عبر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وأخيرا أمر رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبيتنو جميع الوزراء المعنيين والمكلفين القيام بواجبهم من أجل تنفيذ جميع هذه المشاريع المذكورة وإطلاق أنشطة المشاريع المتوقفة بإقليم إنيدي الشرق.